It's all about humanity. السلام عليكم ابطال كبيرين، كلشي بخير هانين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. عارف راسي غبرت، ولكن راه مع الظروف ديال الحياه راكم عارفين. المهم اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الحصه في بارك بعد غياب على البارك شحال هذه ما جيتش ليه، ولكن راكم عارفين انا ديما الصيف ملي كيبدا يسخن الحال كنجي للبارك كتحس براسكم فواه بخير، ماشي بحال لاصال كيكون الصاد. ايوا معايا والد اليوم هو. واش علي صافي كي دايرين؟ بخير مزيان. خبرنا عليكم شحال هذه ما دار خويا كريم فيديوهات، ولكن اليوم واحد الحصه ديال الدار تكون شنشطات الدراري. شوفوا عطيكم التمارين اللي تخدموا بالنسبه للدراري اللي تيبغيو يترينيو في البارك وداك الشيء، راه يعطيكم كريم واحد التمارين ديال الدار تبارك الله اللي الدار اي كبر. البارك البارك باش مزيان اخي والد هو انه كاين لي ماشين، كاين واحد لي ماشين ديال الدار هنايا انتم تشوفوا معايا مزيانين، هنا كتحس براسك بحال في لاصال صراحه. والله مع الصاد لاصال تتكون سخونه ومزموجه، تنستغلو نمشيو للبارك او ميم طون تنترينيو او ميم طون تنجيو نضحكو او ميم طون تنموتيفيو الدراري باش كلشي يترينا الدراري. يلاه اخي والد، المهم انا اليوم ان شاء الله في حصه اليوم غنركزو على واحد القضيه اخي والد، هو التركيز العضلي يعني ماسل مايند، يعني كيفاش الانسان ملي بغا يتريني خصو يركز مع العضله ديالو، ماشي مثلا هو كيضرب ليا الظهر وتيشوف ليه ولا ليه وما فوقش كاع داكشي اللي كيطريناه. ديما تبقى مركز مع العضله ديالك الا بغيتي تخدمها 100% باش تستافد من الخدمه. اما الا كنتي كتريني مثلا شي عضله وكتفكر في عضله اخرى ولا كتشوف شي واحد، راه بزاف اللي كيديروا القضيه خي والد، بقى كيتريني كتشوف ليه على بالوش. هذوك اللي تيمشيو يترينيو بلاتي بعدا واحد القضيه خي كريم، هذوك اللي تيمشيو يترينيو في بلاصه على ود البنات لا لا داكشي حيت تخلص الفلوس باش تمشي تريني. ابار تخلص فلوس انت تخلص باش تتريني، انت تسالي تمشي لداركم ماشي تتريني تلقى حاضر البنات. وكاين اللي كيترينا في الصيف باش الفورمات. بغيتك توريهم شي تصويره كيفاش كنتي عقلتي باش كانت عندك كرش. اييه وي توريها لهم وريهم دابا انت شكون الكرش مابقاش. دابا مابقاش شاد الريجيم راه من الدراري من 104 ل 73 كيلو تبارك الله. واحد الكريشه كانت عندها الدراري. دابا واخا باقا شي شويه مي تنقصها مره ولكن راه تنقول لكم الدراري تيبقى يقول لك لا خاصك ترجع تولي كبير، ولكن ملي تتعرف تكون هي بحال بطاطا كبوريه تكون نقيه. خاصها تكون ماس نقيه الدراري فهمت، ماشي ماس هادي تكونوا بروتين بزاف اصاحبي. شوف بروتين هو الاساس، واخا داك الشيء غالي مي شوف ضربوا الحوت تقدروا تاخذوا بروتين غينفعكم مزيان وبثمن قليل. والكارب الدراري ضروري شي كارب نقي، يبدا عليكم هذاك اليوتيوبر الاخر تيبدا عليك خذ الرز بسماتي اشوفوا الرز عادي بطاطا عاديه مهم حلوه مهم يتسالي من لونطريمون ما تهملش راسك سير كول او موان كول شي روح صافي تريني وتربية صافي. لا 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 ماشي نشوفوا الدراري اجايب داك الشيء بعد حليب ودانون وداك الشيء الدراري عاد عندهم داك الشيء مقدر اصلا حدا يلاه ضرب بيان لي الدراري دابا تقول لي ما كنتمش عليكم الدراري يلاه ضربت بيان لي ولكن النصائح ديال خويا كريم قال لي بعد من دانون وداك الشيء حيت حنا في المغرب هذا الشيء ديال دانونات وهذا الشيء ما عندناش شي كاليتي. انا عاد شتو تنبداو نزيدو هو التحفيضه وراك عارف راك تما خايب 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 خليكم معنا الدراري في واحد الحصه وشوسطه ميرسي ونوريكم الريزلتا كوم. الخوت بالنسبه للتركيز العضلي اللي هضرت لكم عليه هو هذا انتم تحت الموفمون شويه كيف ما كيدير الوالد دابا هنايا كيخدم لومبير، يعني هذا هو التمرين ديد ليفت هاد لا ماشين هذيك فوالا. ديما حاولوا ما تدربوش يكون التركيز ديالكم مع العضله اللي كتخدموها باش الخدمه تكون او ماكسيموم، يعني ماشي العضلات تستافد من 20% ولا 30%، خصنا العضلات تستافد من 100%. يا خي والد هادي الدراري باش تبغي تسخن لومبار تمشي للباك وماشي عارف
هذا الموفمون زوين بالنسبه لي، يسخن ضرب دابا راه كيسخن هو عاد غادي شارجي لنا هما الدياس كاع الدراري. شوفوا الدياس دابا راه دار خاويه عاد غايشارجي ياك. بالنسبه للدراري اللي تيبغي يجي يسخن لومبير وما تيعرفش، هادو الدراري بالنسبه للدراري ديال الرباط ولا بالنسبه في المغرب كامل الدراري شو بغيت يسخن ضهر الدراري بالنسبة لي تنسخن فيها الضهر 100%. غادي نعاودو نوريكم الدراري الحركة ديما في الهبطات هبطوا بشوية ما تزرفش. فوالا مزيان، فوالا بارك الله. بالنسبه لي انا احسن الحركات اللي تسخن بعد الظهر. كاين اللي بغى يسخن الدراري عادي، كاين هاد الحركات الدراري بالنسبه لي ما يقدرش على البو يضربها بيديه. خاوي خاوي بيديه يضربها صح زوينه، حتى لومبير هو اللي دابا لومبير هو اللي كيتعرض بزاف لي بليسير في الظهر، يعني خص الانسان يسخنو مزيان هو الاول عادي يبدا التمارين ديالو. ماشي في الظهر اخي كريم، بالنسبه لك في الرجلين في الصدر كاع لي موفمون تقريبا اخي كريم حتى ترينيو في لاصار ولا في البارك ديما اللومبير خاصو يكون تيسخن ديما، ولكن خصوصا في الدار، خصوصا في الدار الدار ولا باص حيت ضروري خاصو يسخن. الدار الله يستر الداري تكون متقل ولا شي حاجه الله يستر، ودير شي موفمون ما هوش تبعك الله يستر. يعني ديما الدار مشكله، يعني التسخينات راه ما كلشي ما تزربوش على التسخينات، خذوا خوتكم 5 دقائق ديال التسخين حتى 10 ماشي مشكل. ساعه الدراري الا سخنتو فيها مزيان راه حيت راه الاصابات راكم عارفين الله يستر راه كيساليو مع الانسان. كاين الدراري اللي مهورين الدراري تنصحكم ما تبقاوش ديما سخنوا مزيان عند بدا. كاين دابا الاغلبيه تيبان لك بنادم تيدير واحد جوج ثلاثه صافي تيمشي يطيح. لا ما هي راه ما تاكلهاش في المره الاولى الثانيه ولكن واحد النهار غادي تطلعك تطلعك ضربه خايبه وما تبقاش ترينو وتندم فوالا تكون واعك وياك تسخن. هذا موتيفاسيون ثلاثة موتيفاسيون شوف عليك بقاو معنا الدراري. فوالا الخوت شي الخدمه كي دايره ديما الماسل مايند، يعني تحس بالعضله ديالك كيما كتشوفها هو كيهبط بشويه تي بلوكي. فوالا ما الخدمه ديال الزربه ما تعطيكم شي نتيجه. الخدمه الا بغيتو النتيجه ديال الخدمه ديما بشويه تركزوا مع الميسكل مزيان. فوالا ديما الدراري ضرب شويه ارسع ماشي مشكل تقل غيكون خفيف مهم تخدم المشكل تخدم ليكزيرسيس مزيان. في البارك راه دياز كل حدايد دابا راه الحديده بوحدها الدراري راه ثقيله ابار ابار هادشي اللي زدت لا ماشين لا ماشين عاد كتزيد تقل عاوتاني راه 5 كيلو هاد 5 كيلو 15 راه 30 وعاد الحديده راه دابا نضرب لها 8 الدراري ديال الضربه المره الجايه نضربوا 12 وهي غادي فوالا ان شاء الله تنضربوا هادشي كامل ان شاء الله فوالا شوفوا لي الدراري من دابا يقرب سبعة الدراري واللي بغى يلتحق الكوريلا تيم مرحبا الدراري نديرو شي ميتينغ شي ميتينغ كاملين الدراري ونتجمعو ترينيو كامل وكلشي تموتيفا الدراري كلشي تقدر كلشي تقدر الدراري معاه. شوف هانتوما بالنسبة لي تيضرب بار فيكس هانتوما هذا تخدم الدار او ميم طون الدراري تخدم حتى البيسبس معاها. المهم حاش هاد الدراري ما كاينش اللي يشرح لكم هاد القضيه بالنسبه لهنا راه تخدم الدار فوالا او ميم طون تخدم البيسبس الدراري فوالا اغلبيه راه تخدم الوسط ديال الدار الدراري باش ما تمشيوش غالطين في هاد ليكسيرسيس هذا. بالنسبه لهذا اللي خدم كريم راه الوسط والبيسبس الدراري بيسبس دار لا فومبرا فومبرا كلشي المهم ليسونسييل هو اغلبيه تخدم الدراري اليدين والظهر ركز على البيسبس البيسبس بزاف والظهر. هانتوما الدراري هانتوما لاز هانتوما الدراري اللهم بارك هانتوما الدراري اللهم بارك اخويا كريم ايه هذيك اخي كريم ماشي مع المدرات واش خافش هانتوما الدراري راه ديما فيس ها ديما شحال كاين
مزيان اخي وايد مزيان تبارك الله. خصك شويه نشوف يا اخي زاد نشوف شويه باش تطلع بشي شي مصمقيه اخي وايد ضروري تبارك الله اللهم بارك تبارك الله كاين اخي خوتي حنا راه الله سالينا الحصه دابا كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا شويه ياك اخي وايد المهم الحصه ديال السد الدراري زوينه عرفتي بامب طلعت ناضي طلعت ناضي يا الدراري تبارك الله على خويا كريم عطانا لي زيكسيرسيس التمارين زوينين ديال الظهر مع ما تقدرش تضرب بارفيكس شحال هذه ما ضربتها حيت مده ما تضربش بارفيكس سي نورمال ما تقدرش تضرب كتهرب عليك تتهرب عليا ولكن التمارين تنضربوا في لاصال في لاصال تنكونوا تنضربوا بالتقالب وداك الشيء مي تنجيو لهنايا للواقع للبارك ما تنقدروا نديروا حتى شي حاجه وما كانوش دابا لي ماشين وهكا راه ما نقدرش نضرب اخي كريم بالرجوله والله العظيم المهم كريم عطانا التمارين الدري اونسيان قديم فهمتوا تبارك الله عليه عطانا استفدنا منه اليوم هذا هو الغرض اخي وايد حنا خصنا نفيدو الدراري نستافد من خويا كريم وكاع الدراري الدريري هذا تبعوه دعموه فهمتي تبارك الله عنده ما يقول ولا بغى يجي يتريني معنا مرحبا بغى يجي يتريني مرحبا ولا ضربات لازم مرزعير ولا من طنجه للكويره ما عندناش لا مشكله الدراري خصوش ما بغيتو مرحبا تموتيفاو بعضياتنا جيو نضحكوا الدراري نشطوا فهمتي نترينيو هادشي اللي بغينا موتيفاسيون لكلشي الدراري تبارك الله عليكم الدراري وما تنساوش لايك سبسكرايب وكومنتير وشي بارطاج وشي بارطاج وشي دري مع صحابكم باش ان شاء الله مازال جاي الخير مازال نجي الفيديو الدراري بغينا خويا كريم بغينا يطلع في الطوندونس قعدوا بلي جيم فهمتوا يلاه خوتي يلاه الدراري شوفوا على راسكم شوف عليكم شكرا بزاف ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله وديما لا موتيفاسيون كان معكم كريم غوريلا وليد تهلاو تهلاو الدراري